رسميا النادي الاهلي بيخلص نجم منتخب المغرب ونادي حسينيه اغادير، اللاعب المتميز جدا جمال الشماخ 24 سنه، من اللعيبه المتميزه جدا جدا جدا، بيلعب جناح شمال، بيلعب باك شمال، بيلعب في نص الملعب ناحيه الشمال، لعيب متميز جدا، لعيب متمكن، من افضل اللعيبه في افريقيا، بتلعب في مركز الباك ليفت، ولاعب كمان سنه صغير 24 سنه، فالنادي الاهلي ممكن يستثمر فيه بشكل متميز جدا. والنادي الاهلي كمان تحسبا لان علي معلول لسه موسم واحد بعد ما جدد مع النادي الاهلي وهيبطل كوره، فمحتاج لعيب صغير في سن اللاعب المتميز جدا 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 طبعا جمال الشماخ. بالنسبه لكورزاوا النجم الفرنسي نجم نادي باريس سان جيرمان، وخلاص رحيله عن النادي بشكل مميز او شكل فري، النادي الاهلي دلوقتي بيفوض كورزاوا النجم المتميز جدا كلاعب خبره. كل التوفيق للنادي الاهلي واحلى مسا على الاهلاويه. سلام. طبعا يا جماعه اللي معانا في الصوره ده نجم منتخبنا الاولمبي والنادي الاهلي كريم دبيس، اللاعب المتميز جدا للنادي الاهلي، اشتراه من وادي دجله من سنتين، لاعب متميز جدا مولد 2004 عنده 20 سنه، من افضل اللعيبه الواعده اللي بتلعب في مركز الباك ليفت والجناح ليفت او الوينج ليفت، لعيب كبير ولعيب متميز جدا، جاي له عرض رسمي ب 200,000 دولار لمده موسم واحد من احد الانديه البلجيكيه، وان شاء الله في خلال 24 ساعه هنقول لك هو مين اسم النادي. هيبقى سنه على سبيل الاعاره بعدم احقيه الشراء، النادي الاهلي متمسك بامكانيات اللاعب المميز، كان نفسه ياخد فرصه الا ان النادي الاهلي بيحاول يتعاقد مع ظهير ايسر خاصه اجنبي زي جمال الشماخ او اللاعب المتميز يحيى عطيه الله، والاقرب جمال الشماخ اللاعب الكبير اللاعب المتميز. رسميا كريم الدبيس الموسم القادم مش في النادي الاهلي، هيطلع سنه على سبيل الاعاره بالنسبه لنادي. طبعا يا جماعه اللي معانا في الصوره ده الراجل المترجم المحترم، مترجم مارسيل كولر في النادي الاهلي، طبعا هو الاستاذ خالد الجناوي، الراجل المحترم جدا جدا جدا، وكولر بيهدد بالرحيل عن النادي الاهلي في حاله استمرار اداره النادي الاهلي في القرار. طب ايه القصه يا جماعه؟ القصه كلها ان طلع وكيل يحيى عطيه الله اتكلم وقال مترجم مارسيل كولر واللاعب المتميز يحيى عطيه الله دخل في سجال مع بعض، وكمان امير توفيق ما قدرش يخلص اللاعب بشكل مميز من نادي سوتشي الروسي، بناء عليه اداره النادي الاهلي حولت خالد الجديوي وطبعا المتميز امير توفيق للتحقيق، ويحصل قرار في خلال 24 ساعه، ومارسيل كولر متمسك تماما بالمتميز جدا المترجم بتاعه، بيقول هو اللعيبه قريبه منه وراجل فاهم يعني ايه كره قدم وراجل بروفيشنال على اعلى مستوى، ومارسيل كولر محتاج له. كل التوفيق للنادي الاهلي واحلى مسا الاهلاويه. السلام عليكم. مع اللي معانا في الصوره ده غني عن التعريف نجم النادي الاهلي ونجم منتخبنا الوطني محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم فاجئ مارسيل كولر في جلسته الاخيره مع الخواجه وقال له ان هو محتاج يسافر او محتاج الاحتراف ومحتاج عرض نيس الفرنسي. طب ايه قصه نيس الفرنسي؟ نيس الفرنسي قدم من 10 ايام عرض ب 2 مليون يورو للنادي الاهلي واترفض، قدم عرض ب 2 مليون و500 الف يورو ايضا اترفض، وقدم عرض هيصل بكره بفاكس رسمي 3 مليون يورو لاداره النادي الاهلي، وفي اعاده البيع 15% الا ان اداره النادي الاهلي موافق على 4 مليون يورو و20% من اعاده البيع، وانا شايف النادي الفرنسي هيوافق لان محتاج محمد عبد المنعم افضل سيرد باك في افريقيا وافضل سيرد باك في مصر، لعيب كبير ولعيب متميز جدا نجم النادي الاهلي، والنادي الاهلي من دلوقتي بيسعى ان يتعاقد مع سيرد باك دولي. كل التوفيق للنادي الاهلي واحلى مسا على الاهلاويه. سلام عليكم.